يسعد مساكم مشاهدينا الاعزاء، اكيد بنتمنى لكم وجبه افطار شهيه مع العائله الفلسطينيه وعبر شاشه تلفزيون الفجر الجديد. اكيد دائما بنطل عليكم نحكي لكم كل عام وانتم بخير، ووجبه افطار ان شاء الله كانت فله شمعه منوره. مشاهدينا الاعزاء، برنامج الغلط صح دائما برافقكم عبر شاشه تلفزيون الفجر الجديد، واكيد عبر الموقع الالكتروني بامكانكم مشاهده الحلقات الفائته على الموقع الالكتروني الفجر tv.com. اكيد اليوم من خلف الكاميرا يسري السرغلي، يعطيك العافيه كينج، واكيد كل التحيه الى الزميل مؤمن الجلاد في المونتاج، وهذه تحياتي خالد بدير، واكيد الى كافه طاقم عمل تلفزيون الفجر الجديد. خلينا نبلش الغلط صح. اتذكروا مقولتين: حوت فمه مفتوح، وسر فلا كبى بك الفرس. وخلينا نعرف تفاصيل هالجملتين. يلا، كل عام وانتم بخير. انت بخير يا هلا. كيف اجواء رمضان معك؟ ممتازه، بتجنن. طيب اليوم شو كانت وجبه الافطار؟ اليوم بطاطا. صحة وعافية يسرع البطاطا. جاهزة معي للعبة الغلط صح؟ جاهزة. طيب ايش عكس كلمة سر فلا كبى بك الفرس؟ تفاحة. طيب حوت فمه مفتوح، عكسها يعني قصدها برتانة. طيب والضوء ايش بنستخدمه؟ مشان نتهوى. طيب المكيف ليش الواحد بيستخدمه؟ مشان نشوف. طيب ايش الاشي اللي بنستخدمه لتبريد الاشياء؟ الميكروويف. طب وايش الاشي اللي بنستخدمه عشان نسخن عليه الاشياء؟ الثلاجة. بالضبط. اعطيني هدية من وائل مول، متعة التسوق الفريد اكيد للعائلة الفلسطينية. كل عام وانت بخير يا هلا. كل عام وانت بخير. انت بخير خالته. كيف اجواء رمضان مع خالته؟ ما شاء الله، يعني جينا احنا من شوفي على طول كرم الشيخ نتفرج على المول. اهلا وسهلا فيكم. كيف اليوم الطبخة كانت؟ الحمد لله. شوربة خضار. شوربة خضار، صحة يا يسري، بعرف بتحبها. طيب خالتي جاهزة معي للعبة الغلط صح؟ تفضل. طيب المعلقة شو بنعمل فيها؟ منفك فيها الكمبيوتر. فك الكمبيوتر يا يسري. طيب والسكينة؟ بناكل فيها. طيب والشوكة؟ الشوكة بنقطع فيها. طيب الواحد ليش بيستخدم الغسالة؟ بدخل عليها برامج. برامج شغل برامج الغسالة هكر العادي. طيب وكمان الزيت الواحد ليش بيستخدمه؟ شامبو بتحمم فيه. طيب احنا حاليا بأي مدينة؟ مدينة حيفا. حيفا، طيب والله يا حيفا وأيام حيفا. وين الهدية؟ أكيد خالتي. كل عام وانت بخير، وهي هدية من وائل. وانت بخير، والشكر الجزيل دائما وأبدا للفجر الجديد. كل عام وانت بخير. وانت بخير. كيف أجواء رمضان معك؟ منيحة. اليوم شو أفطرتي؟ ملوخية. ملوخية يسري، صحة وعافية. طيب جاهزة معي للعبة الغلط صح؟ ايه. طيب الجوال شو بنعمل فيه؟ منقطع فيه. طيب شو لون الساعة؟ حمرة. تخيل يسري الدنيا حمرة، ليش مش طبيعي. طيب الواحد ليش بيستخدم الضوء؟ مشان ما يشوف فيه. طيب مفاتيح السيارة؟ مشان ياكل فيها. طيب ايش الاشي اللي بنستخدمه عشان نبرد الاكل فيه؟ الغاز. طيب وايش الاشي اللي بنستخدمه عشان نسخن الاكل؟ الثلاجة. يا سبحان الله، تغيرت الاحوال. اكيد راح تفوزي معنا بسلة هدايا من وائل مول، متعة التسوق الفريد للأسرة الفلسطينية. كل عام وانت بخير. وانت بخير. جاهز معي للعبة الغلط صح؟ شو اليوم افطرت اول شيء؟ اليوم افطرت لبن. جد؟ مش اللعبة؟ لا، ملوخية. مفكر بلش اللعبة. صحة وعافية. طيب نبلش، انو اشطر لاعب في ريال مدريد؟ ميسي. طب انو اشطر لاعب في برشلونة؟ برشلونة كريستيانو. كريستيانو، سبحان الله. طب الشامبو ليش الواحد بيستخدمه؟ عشان يلعب فيه. طيب وبايش بتمشط شعرك؟ بالايدي. طب هذا فريش بطعم ايش؟ طعم العنب. شو؟ لا، بطعم التوت هذا. طيب احنا حاليا باي مدينه؟ مدينه رام الله. طب الطنجره شو بتعمل فيها؟ تفرج عليها. تفرج عليها منظر يعني، جايبها على الدار. طب والسكينه؟ السكينة بلعب فيها برضو. يا سلام يا عمي، هذا شغل أدغال يا عمي، بخوف. أعطيني هدية أكيد لإلك، وكل عام وانت بخير وصحة وعافية. كل عام وانت بخير. وانت بخير. شو اليوم أفطرتي؟ أنا نواشف. صحة وعافية. جاهزة معي للعبة الغلط صح؟ طيب الواحد ليش بيستخدم الكاسة؟ عشان يحركها.
يحرقها. طيب والغاز شو بنعمل فيه؟ نلعب فيه. نلعب فيه، سبحان الله، اطفالنا مش طبيعيين احنا في فلسطين. طيب والضوء ليش بنشغلها؟ عشان ما نشوفش فيه. عشان ما نشوفش. طب والنظارة الواحد ليش بلبسها؟ عشان يشوف فيها. طب انت ليش بتروحي على المدرسة؟ عشان اتعلم. او نو، تعلمي؟ واحد بتعلم بالمدرسة؟ بلعب في المدرسة. طيب انت باي صف؟ انا ثالث. ثالث، هي ثالث. طيب هيك عشان بدي اربحها، يلا عشان الطفيل، وهي لكم تشربوا العصير مع بعض. طيب هون اكيد شركه لاكي بيبي، كل عام وانتم بخير وان شاء الله اجواءكم دائما فله شمعه منوره. كيف رمضان معك؟ الحمد لله رب العالمين. شو اليوم وجبه الافطار كانت؟ والله اليوم افطرنا كبسه. فله شمعه منوره برضه. صحه وعافيه. على قلبك يا رب. طب جاهز معي للعبه الغلط صح؟ يعني بدي إجابات غلط علشان تربح معنا وتكسب معنا قبل لا تبلشوا برنامج الربح تبعكم. جاهز؟ طيب الواحد الجوال ليش بيستخدمه؟ لعدم الاتصال. لعدم الاتصال. طب احنا حاليا بأي مدينة؟ رام الله. رام الله. طيب المعلقة شو وظيفتها؟ للشرب. والكاسة؟ للأكل. للأكل. طب والشوكة؟ للمسح. طيب شو الواحد الاشي اللي بنستخدمه علشان نبرد عليه الاشياء؟ الاشي اللي نبرد عليه للغاز، خلينا نحكي غاز. طيب والاشي اللي بنسخن عليه الاشياء؟ ثلاجة. ثلاجة؟ لا، مصحصح ومركز، الصيام مش مأثر عليه، علشان هيك راح تربح معنا من وائل مول. كل عام وانت بخير. السلام عليكم، وانت بخير وصحة وسلامة. وكل عام وانت بخير. انت بخير، اهلين. كيف اجواء رمضان معك؟ الحمد لله رب العالمين. اليوم وجبة الافطار شو كانت؟ والله كانت اوزي. اوزي، صحة وافية للاوزي، بحب تحبها يسري بعرف. طيب جاهزة معي للعبة الغلط صح؟ كيف هي هاي اللعبة؟ طب بسألك أسئلة تجاوبيني عليها غلط، ماشي؟ ما بدناش إجابات صحيحة، تمام؟ المكنسة إيش وظيفتها؟ تمسح. تمسح. طيب والمساحة شو وظيفتها؟ بتكنس. بتكنس. طب إيش الإشي اللي بنستخدمه عشان نبرد الأكل؟ الفرن. طيب إيش وظيفة الضوء؟ بيجيب عتمة. بيجيب عتمة بالضبط. طيب والسيارة شو بنعمل فيها؟ بنبيع. طيب والطيارة شو بنعمل فيها؟ نسبح فيها بالبحر. نسبح. طيب والبحر شو بنعمل فيه؟ بنطير. بنطير. مركز 10/10. كل عام وانتم بخير واجواءك ان شاء الله سعيدة. الله يسعدك، شكرا لك. مشاهدينا الاعزاء، وضمن العروض التي يقدمها وائل مول واكيد مزيد من الخدمات، اكيد شركة لاكي بيبي اليوم اكيد بتوزع منتجاتها، واكيد الجوائز القيمة والمتعددة. خلينا نعرف اكثر عن تفاصيل هالحملة ونشوف الميزة اللي بيتميز بيها لاكي بيبي. مرحبا، كيفك؟ شكلك حامل. صح؟ حابين نهديك هدية، ايش ناوي تجربي لابنك حفاضات؟ ايه لاكي بيبي بدي اجرب. عندنا لاكي بيبي بريمو، حفاضات كثير ممتازة بمواصفات عالمية وفوطة مطورة، من شهرين شغلنا خط، هو الوحيد في الشرق الاوسط، ان شاء الله بتجربيها وبتنبسطي عليها. وهذا بروشور علشان تقري ايش عندنا انواع من حفاضاتنا، انه لاكي بيبي عائلة متكون من 6 اصناف، احنا نعطيك العينة بريمو. تمام؟ تفضل. هي للأمورة. شكرا كثير. تصبح على خير. شكرا كثير. زي ما شفتوا اكيد لاكي بيبي مستمر معكم مسيرة من العطاء للحفاظ على اطفالكم، واكيد ان شاء الله كل واحد يطلع له بيبي وان شاء الله يتربى بعزكم ودلالكم. يسري اكيد من وراء الكاميرا بحييك على هذه الابتسامة. مشاهدينا الاعزاء، بهيك وصلنا الى نهاية حلقة برنامج الغلط صح لهاليوم من وائل مول، اكيد مزيد من العروض المتنوعة والمتعددة بما يترافق مع احتياجاتكم مشاهدينا. كل التحية الى الزميل يسري السرغلي من خلف الكاميرا، وتحيات الزميل مؤمن الجلاد في المونتاج، وكذلك هذه اطيب التحيات مني لكم خالد الدير. دمتم بيد، والى اللقاء. باي باي.